متطلبات العلاقات الأمريكية المصرية أو العلاقات المصرية الأمريكية المرة هاي علاقات تخضع لثنائية المصالح وثنائية المواقف. أنت لست بطرف واحد رايحة تستقبلي بدون ما ترسلي أو رايحة ترسلي بدون ما تستقبلي. التحضيرات الأمريكية للزيارة تعطيك مجموعة مؤشرات مدى أهمية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن. ليس بالعادة الأمريكية أو الدبلوماسية الأمريكية الخاصة بالرئاسة في كل بروتوكولاتهم أنه يرحبوا بالضيف كثيرا. من نادر يعني التنويه بالضيف القادم وطبيعة المواد المراد بحثها.